يحصل موضوع الذاكرة. شو تعريف الذاكرة؟ تعرض الذاكرة على أنه هي عملية حفظ المعلومات لفترة من الزمن. حفظ المعلومات عملية الذاكرة، تعريفها عملية حفظ المعلومات عبر الزمن عن طريق الترميز والخزن، وعليكم السلام، والاسترجاع. عرفت شلون اخوان؟ هذا التعريف موجود عندكم ثاني واحد في الجوال خاص، لان التعريف مهم واهميته تكمن في انه يحدد لك عمليات الذاكره. عمليات الذاكره، هذا التعريف شنو يفسر الذاكره؟ يقول بانه الذاكره هي عباره عن حفظ المعلومات لفتره من الزمن او عبر الزمن، بس عن طريق ثلاث عمليات اللي هي الترميز والحفظ والاسترجاع. راح يقودنا هذا المد، يقودنا الى عمليات الذاكره اللي هي موجوده بالتعريف. اول وحده الترميز. ماذا نقصد بعمليه الترميز؟ عمليه الترميز نقصد بها هو اعطاء معاني للمثيرات الحسيه الجديده. اكتب لكم اياها حتى تعرفوه موجود. اعطاء معاني للمثيرات الحسيه الجديده عن طريق من؟ عن طريق التلخيص او التكرار او التنظيم او وضع خطوط تحت الافكار المهمه او التجميع الى اخره من المنشطات الموجوده. من اجل شنو؟ من اجل حفظ المعلومات في الذاكره. هذا معنى الترميز. الترميز معناها اطفي المعلومات اللي انا اريد اتعلمها، اعطيها رمز المثيرات الحسيه الموجوده. وهاي الرموز تكون عن طريق شنو؟ اما الخص الافكار الموجوده، يعني هذا الكتاب الموجود عندكم الخصه الى مجموعه من الورقات، وهذه الاوراق ابدا بعمليه قراءتها، ركز عليها، او تكرار، ابدا اعيد اكرر هذه المعلومه، او عمليه تنظيمها انظمها. موجود عندكم الموضوع تعريف الذاكره، مو هيك؟ وراء اهميه، وراء انواع، وراء عمليات، وراء اشكال. انا شنو اعطيكم اياه؟ تعريف. التعريف بعمليات، اذا طبيت بالعمليات نظمتها بطريقه يعني. وراء عمليات، وراء العمليات تجي الاشكال، النوب تجي الانواع، النوب تجي الذاكره. اذا نظمت المعلومه بطريقتي حتى شنو؟ افضل هاي المعلومه محتفظ بها بتسلسل منطقي انا يعني اشوفه ضروري. فانا لما اقرا التعريف والتعريف بترميز وخزن واسترجاع، انا ايش اروح للاهميه؟ وضحت العمليات اخذ المعلومه بكل طريقه. عملياته هي نفسها ترميز، ثم بعد ذلك شنو؟ استرجاع، ثم الخزن، ثم بعد ذلك عمليه الاسترجاع. الترميز هذا الهدف اللي اعطاء معاني للمعلومات اللي انا اريد احفظها. عن طريق من؟ عن طريق هاي المنشطات الموجوده، تلخيص، تكرار، تنظيم، وضع خطوط تحت الافكار، تعريف موجود، يقول لك خط تحت. ليش؟ حتى انت من تقرا المعلومه تجي تركز على هاي المعلومه، مهمه هاي الجوهر. وضحت الفكره اخوان؟ هذين يصلحون المنشطات الادراك، احنا في حدود 20 منشطه تقريبا. هذين وسائل اللي تخليك انت تنتبه الى المعلومه وتركز عليها، حتى تكون عندك قدره على عمليه الربط والاسترجاع. العمليه الثانيه بالذاكره بعد الترميز اللي هي شنو؟ الحفظ او الخزن. من قمت بعمليه عن طريق هاي وحده العمليات، ابدي بعمليه المعلومه اكتسبتها،
أبدأ بعملية خزن هاي المعلومات. وين أخزنها؟ أخزنها إما بالذاكرة القصيرة المدى حتى أسترجعها وراء فترة من الزمن، أو أخزنها بالذاكرة الطويلة المدى تصير عندي جزء من خبراتي اللي أنا أمتلكها. وعادة من أريد أوصل للخطوة الثالثة اللي هو الاسترجاع، اللي نقصد به هو استدعاء المعلومات من الذاكرة القصيرة المدى أو الذاكرة الطويلة المدى. المعلومات اللي أنا خازنها بالذاكرة القصيرة المدى هناك سهولة في عملية استرجاعها. والسبب، السبب هو أنه الذاكرة القصيرة المدى تمتاز بأنه كمية المعلومات اللي تحملها تكون قليلة مقارنة بمن بالذاكرة الطويلة المدى اللي ما بيها حد تحفظ المعلومات. عرفت شلون؟ فعملية الحفظ نقصد بها هو خزن المعلومات في الذاكرة القصيرة المدى أو الطويلة. واحدة من ذي العمليات. الاسترجاع هي عملية استدعاء المعلومات التي تم خزنها في الذاكرة القصيرة أو الذاكرة الطويلة. وضحت الفكرة أخوان؟ إذن ثلاث عمليات الذاكرة. ترميز، أعطيها رمز، أعطيها معنى. النوب من رمزتها أحفظها، بعد عملية حفظها أسترجعها. الذاكرة بيها ثلاث شغلات تسوي: ترمز، تحفظ، تسترجع. وضحت إخوان؟ نجي إلى موضوع آخر. شنو هو؟ أشكال الذاكرة، يعني الصور الذاكرة. الذاكرة أيضا بها ثلاث أشكال. شنو هي؟ أول شكل اللي هو الاسترجاع، والشكل الثاني التعرف، والشكل الثالث الحفظ. بس انتبهوا لهذين النقاط، أشكال الذاكرة يعني صور الذاكرة. أنا لا أعرف إنه ذاكرتي تشتغل شلون. واحدة من ذني الأمور الثلاثة. الاسترجاع نقصد به هو استدعاء المعلومات الصور، الأرقام، الرموز، العمليات، الأحداث، الإجراءات اللي أنا خازنها بذاكرتي القصيرة أو ذاكرتي الطويلة بدون أن أسترجع معها المثيرات التي أدت إلى حدوث هذه المعلومة. وضحت؟ أسترجع المعلومة بدون ما أعرف الأسباب اللي أدت إلى حدوث، ما أذكر المثيرات. بس تقول لي مثلي وش؟ مثلي وش؟ يعني من أقول ويان، من أقول 9 × 7 جهد. انتبهوا كلكم صفر. جهد تسترجع 9 × 7 جهد. واحد يجاوبني؟ كيف؟ شفتوا خدتوا وقت حتى استرجعت المعلومة الموجودة عندك. قلتوا ايش قد الرقم؟ اكو واحد من عندكم يتذكر منو كان قاعد بصفة من يتعلم هاي المعلومة بالابتدائية؟ أو الآلية اللي تعلم بها كانت شلون 9 × 7 جدول 7 حفظها قبل كذا؟ لا، يسترجع المعلومة هي واحدة. خذ وقت، فكر، استرجع المعلومة 9 × 7 3 × 6. وبالتالي أنا أسترجع المعلومة مثل ما هي، ما أسترجع التفاصيل اللي أثرت بي وتعلمتها. وضحت الفكرة أخوان؟ وكل ما هاي المعلومة أنا أسترجعها من الذاكرة القصيرة المدى أسهل عندي من ما أسترجعها من الذاكرة الطويلة المدى، لأن المعلومات اللي بالقصيرة أقل كميتها، بينما بالطويلة لا كميتها أكثر. هذا شكل من أشكال الذاكرة اللي هو شنو هو؟ عرفتوا؟ واضح عندكم الاسترجاع اخوان؟ نجي الى الشكل الاخر بالذاكره اللي هو التعرف. التعرف نقصد به هو التمييز ما بين المثيرات، يعني معناها اني استجيب لمثير معين من بين مجموعه من المثيرات الاخرى. التمييز بين المثيرات المختلفه هذا معنى التعرف. هسه تقول لي شلون؟ ابسط نوع من اشكال الذاكره هو التعرف. ابسط نوع، انت مجرد ما تشوفه تتعرف عليه. عرفت شلون؟
بمعنى آخر، بعبارة أخرى، إنه المعلومة اللي أنا أسمعها أو اللي أشوفها بعيني أكو ألفة بيني وبينها. هاي المعلومة أنا متعلمها فترة من الفترات، مجرد ما أسمعها أو أشوفها أتعرف عليها. أكثر شيء إحنا نستخدمه كمدرسين، أنتو أنا، عرفت شلون؟ بالاختبارات المتعددة، الاختبار المتعدد. المثير شنو هو؟ سؤال. المثير شنو؟ سؤال. أعطيك سؤال وأعطيك إلى أربع بدائل فرغة: ألف، باء، جيم، دال. أنت مجرد ما تقرأ السؤال اللي هو المثير وتقرأ البدائل الموجودة، ما مطلوب من عندك تفكر، مجرد تتعرف على الإجابة البديلة الصحيح تقول جيم. فرغة. أعطيكم مثال عليه؟ بالجغرافيا، مثال بالجغرافيا، عدد، أقرأ شوف هذا السؤال: عدد روافد التي تصب في نهر الفرات داخل الأراضي العراقية، قال عددها بس سريع. 2 4 3 لا يوجد. قريت المعلومة هاي موجودة فوق، تبجي أنت شو تسوي؟ تقرأ هاي البدائل اللي موجودة عندنا، مو إيش اختيار متعدد؟ أتعرف عليها. شو تقول أنت ست كذا عدد؟ 2 لو 4 4 شو تقول أخوي العزيز؟ خلاص 2 بعد أختي العزيزة 2 بعد 2 لا يوجد. وصلت؟ عرفت السؤال انت؟ صار هنا عندنا اجابات مختلفة، شي قال 2، شي قالت 4، شي قالت لا يوجد. الاجابة الصحيحة هو لا يوجد. الفرات لا يصب به اي رافد داخل الاراضي العراقية. ينبع من فرات صوب ومرات صوب تركيا، يدخل الاراضي العراقية، يصب به البليخ والخابور، يطب الاراضي العراقية بمدينة العصيبة ويروح للخليج. ما يصب به اي واحد، هذا نهر الفرات اللي عايش عليه. عرفت الفكرة شلون؟ شلون حتى السهل؟ معلومة أنت ماخذها من أول متوسط، قريتها صار عندك مثير، بديت أنت تسترجع المعلومات اللي موجودة عندك. ما مطلوب من عندك شلون مثل ما أنا شرحت لك، مطلوب من عندك تعرف على الإجابة، تختار 3 4 ألف باء جيم، تختار واحدة من عندهم تعرف. هذا أبسط شكل من أشكال الذاكرة، معناها ترجع تشتغل. واضحة الفكرة أخوان؟ الشكل الآخر هسه صار عندنا 2، صار عندنا استرجاع، صار عندنا تعرف. وها بالمناسبة، في بعض الأحيان يصير عندك استرجاع بس ما يصير عندك تعرف، وأحيان أخرى يصير عندك تعرف ما يصير عندك استرجاع. يعني أنا أشوف شخص مقابلي، أعين أشوفه، هذا الشخص أعرفه، شايفه، بس ما جاي أسترجع وين شايفه وبأي مكان. صار عندي شنو؟ لا لا عارف، ما عاد يسترجع، ما جاي يسترجع. شافه بالعسكرية، شافه بالكلية، شافه بغير محافظة، مو لا لا. وبعض الأحيان لا، أسترجع الموقف بس ما أتعرف عليه. شو اسمك؟ روح عن بالي، ما جاي أتعرف وين. بعض الأحيان يكون عندك استرجاع، ما يكون عندك تعرف، وأحيان أخرى يكون عندك تعرف، ما يكون عندك استرجاع. بس الاثنين عادين من أشكال الحفظ او يصرحوا له وفره المعلومات. هذني اشكال الذاكره معناها جاي تشتغل عندك. الحفظ او يصرحوا له وفره المعلومات موجوده عندك. الحفظ شنو؟ كل مدارس علم النفس، بس انت قول هاي النقطه اخواني الاعزاء، تقول ان المعلومات اللي احنا نتعلمها مرور الزمن ننساها. السبب هاي المعلومات اللي ننساها اما عدم وجود التدريب او عدم وجود الحافز. يعني شنو؟ يعني انا متعلم جدول الضرب من الابتدائي، بس لانه كبرت وتوظفت بشغله اداريه بعيد عن جانب الضرب ما استخدمه، بالتالي من اني واحد يسالني يحتاج لوقت يلا استرجع المعلومه، يعني نسيت جزء منها، لان ماكو التدريب مستمر، او ماكو في يوم من الايام صار في حافز امامي يحفزني يخليني اقرا جدول الضرب احتاجه. لا مثلا درست ابني، لا واحد سألني بهالموضوع، لا حفزني ولا اني استخدمه، مو هيك؟
وبالتالي أنا نسيت المعلومة بس ما نسيتها كلها، نسيت جزء من عدة. تهت يقولون المعلومات اللي إحنا نتعلمها بمرور الزمن، جميع مدارس علم النفس بمرور الزمن ننسى جزء من عدة بسبب عدم التدريب أو عدم وجود الحافز. وإذا ما أعدنا عملية تعلمها راح نتعلم بأقل وقت، نتعلمها بأقل وقت وبأقل جهد، يصحوا له أخرى المعلومات. يعني بمعنى آخر تفهمون شنو معناها؟ يعني جدول الضرب اللي أنت هسه الآن ما ضابطه، مو؟ واحتاجت لك طبعا نصف كورس المدرسة بالابتدائية تدرس بيهم جدول واحد والثاني وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة تحفظهم، ويوميا تكتبهم وتتابعهم وتدز على أبوه وتدز على ولي أمره، مو؟ ابنك ما حافظ زين، قد تاخذ وقت للتشغل من حفظه. والان انت ناسي تفاصيله ما مضبوطه. بعد اذا اعطيك مثال، ما يحتاج انت اكثر من ربع ساعه مجرد ما تقرا تحفظه من جديد. تحفيز ذاكرة، صح؟ سموها تحفيز ذاكرة. احتاجت وقت اقل للتشغل هنا ومجهود اقل، انت المعلومه من جديد. هاش يصيحوا لك؟ يصيحوا لك الحفظ او وفره المعلومات. وهذا ايضا شكل من اشكال الذاكره. عرفتوا هسه شنو معناها الحفظ ووفره المعلومات؟ يعني معناها المعلومات اللي انت سبق تعلمتها ونسيتها بصوره جزئيه، عندما تستعيدها تتعلمها باسهل وباقل وقت، باقل جهد وباقل وقت. وفره تصير عندك بالمعلومات. والاسترجاع والتعرف، ذني ثلاثه من اشكال الذاكره. وضحت الفكره اخبار؟ وضحت؟ هذا اللي صار عندنا ثلاث اشكال. نجي الآن إلى موضوع آخر اللي هو هو أنواع الذاكرة. أنواع، قبل ما ندخل بأنواع الذاكرة، الذاكرة الحسية، الذاكرة القصيرة، الذاكرة طويلة المدى. المثل. قبل ما ندخل بانواع الذاكره، مدارس علم النفس تنقسم قسمين او الانماط الذاكره. قسم ينظر الى الذاكره هذين اجزائها على انه عباره عن اجزاء منفصله بعضها عن البعض الاخر، وبالتالي اذا ما صار خلل في اي واحده من هذين الاشياء من هذين الاجزاء راح يصير خلل في الاجزاء الباقيه. وهذا نموذج اتكسون. اتكسون ايش يقول؟ يحكي بكل طريقه. يقول يابا الاجزاء الثلاثه الموجوده اذا صار خلل بالذاكره الحسيه صار عندي خلل بالذاكره القصيره وبالطويله. هذا نموذج، نمط من انماط الذاكره، نقوله بكل طريقه. نظريه معالجه المعلومات اجتنا بنمط وفكره جديده اخرى. لا، تنظر للذاكره بانه نظره كليه مو مفصله جزئيه واحده عن الاخرى. وبالتالي اذا صار خلل باي جانب من هذه الجانب ما ياثر على بقيه الجوانب. تنظر لها نظريه معالجه المعلومات مثل الحاسوب. انا عندي فولدر، عرفت تشغلون ان شاء الله بالحاسوب؟ اوضع هذا الفولدر بسي او بي او بي، مو؟ ما قدرت اوصل له بي، ما اقدر اوصل له بي، مو في المشكله. معلومه انا هسه ما اعرفها، استذكر اي اشياء اخرى تربطني بها حتى لو ما اتذكر المعلومه. وضحت الفكرة؟ فأكو نمطين، لأن النمطين موجودين. النمط يقول أي جزء قسمت مفصولات، أي جزء يصير فيه خلل، يصير خلل بقية الأجزاء. النمط الثاني نظرية معالجة المعلومات، لا، يقول إذا صار خلل ما يأثر. هذا قلت لكم إياه حتى ندخل بأنواع الذاكرة، اللي هي الذاكرة الحسية. أول نوع من أنواع الذاكرة اللي ذاكرة الحسية. أقدر أسمي لكم هذا الشكل اللي هو يوضح لكم هذا موجود، هذا ما موجود عندكم. المثيرات الخارجية راح تسوي عندنا الحسية، وراح تسوي لنا القصيرة، وراح تسوي لنا الطويلة، طويلة المدى. بس انتبهوا لي لهذا الموضوع. وهاي 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 ثلاثتين يولدن عندي شيء موضوع من درسكم اللي هو شنو؟ فقدان، النسيان. اخر موضوع موجود عندي النسيان. مكتشف الذاكرة الحسية العالم سبيرلينج
عام 1960 اكتشف الذاكرة الحسية وقال هو ترى اكو ذاكرة اسمها الذاكرة الحسية. هاي الذاكرة الحسية تستقبل المعلومات عن طريق حواس الإنسان قد عددهن؟ شنو هن؟ خمسة. بصر، شم، ذوق، سمع، لمس. أكثر حاسة من هذه الحواس يستفاد من عدها الإنسان أو يتذكر ما تعلمه عنها هي ذاكرة السمع، يتذكر 30%. شوف أخوان إيش قد يتذكر؟ 30% عن طريق السمع، وعن طريق البصر يتذكر 20%، وعن طريق السمع والبصر يتذكر 50%. يتذكر مو يتعلم، يتذكر. أعطي المعلومة، بس سمع يتذكر من عند 30%، سمع وبصر يتذكر 50، بس بصر بس يشوف بعينك يتذكر 20%. شلون سوى هاي الطريقة ووصل؟ واحدة من الطالبات سألتني هيك بالصباح، قالت لي ما تقول لي هذا شلون رتبها في الطريقة هذا؟ أقول لكم إيش جاب. تشوفون هذا الرسم اللي رحت ارسم لكم اياه؟ شوفوا له ولا اخواني؟ نعم. اصعد فوق؟ سوى مربع. المربع حط فيه 12 حرف. مثلا. سوى مربع هيك وضحن لوحة فيها 12 حرف بس ما مرتبة بهيك طريقة، هيك واحد يحفظها بسهولة. يعني الأف محطوطة هنا، جاي محطوطة هنا، مخربطة بهيك طريقة. عرضها بجزء من 20 من الثانية، بس راوهم إياه مفحوصين ونزلها. قال لهم شو تذكرت من عندها؟ أحسن واحد، أكثر واحد منتبه مركز وياه، تذكر 4 حروف. 12 واحد، يعني لقيت 30% تذكر. صح؟ تذكر. تذكر من عندها 30%. حتى يغير تجربتك، لا يستخدم هسه ويا حاسن البصر، ما لا يحكي، رواها نزلها. شو تذكر؟ اكثر واحد تذكر 4 حروف من عندها، لها بها كذا وكذا وكذا. حتى يزيد المعلومه اكثر، جزئها، هذا المربع جزئ. قدم هذا بس الحروف، لاحظ انه اكو اختلاف كل شيء اللي تذكروه الا الحروف. فش قال سالفة هنا يمكن انتم مدرسين؟ قالوا يا اساتذتنا ويتعلمون المادة ويدرسوها لا تبطوها بصورة كلية تجي. لا، قال بالبيت سووا خطة، جزئ الموضوع، شوف شو الأفكار الرئيسية اللي تريد تعطيها، حتى كل ما تجزئ الموضوع يصير عملية تذكرها واستيعابها من قبل الطالب سهلة. عرفت شلون؟ عن طريق هاي التجربة اللي سواها. جزئ موضوعك، مو تجي تربط عليها مرتين هنا ما يعرفون جاي تحكي وين تسولف، لا، قسمه الى محاور رئيسيه، ابدا اشرح كل قسم وتاكد انه حفظه، انتقل للقسم الثاني، وانتقل للقسم الثالث وسوي حتى هم يقدرون يتعلمون. مو بس هذا الشاب، شاب بانه المعلومات اللي يتعلمها عن طريق البصر تنسي خلال ربع ثانيه. من هو اللي يحكي هذا؟ سبيرلينج، لا تنسون شو اسمه. سبيرلينج او الذاكره الحسيه تنسي خلال ربع ثانيه اذا ما عالجها. يعني معناها اللي يتلقى المعلومه ما قام يفكر بها شلون صارت ويحفظها، ربع ثانيه تنسي. لكن المعلومات اللي يسمعها عن طريق اذنه تبقى عنده من 3 إلى 4 ثواني. يعني معناها عمليه السمع وتبقى بها المعلومات افضل من البصر. وسبحان الله هذا سبيرلينج يسولف وحده مطابق جدا للقرآن الكريم، القرآن الكريم قدم عندنا السمع ثم الأطوار، مطابق أبد ما بيها كل مجال. تلاحظون الفكرة شلون؟ من حيث الأهمية مطابق ما بيها كل مجال، هو اللي يحكي بغير موضوع من جانب علمي مطابق جدا ما بيها كل مجال. هاي صارت عندنا هسه شنو؟ هاي الذاكرة الحسية اللي تتعامل مع الحواس تستقبل المعلومات، هاي الذاكرة الحسية استقبل بها المعلومات الفارغة وتعامل وياها تحولت لوين؟ للذاكرة القصيرة. ما تعامل وياها راحت للفقدان، يعني معناها صار عندها نسيان، نسى ما له علاقة. تعامل وياها راحت للذاكرة القصيرة المدى. الذاكرة القصيرة المدى منين تاخذ معلومات؟ هاي منين تاخذ معلومات؟ عن طريق الحواس وتحول لوين؟ للقصيرة. القصيرة تاخذ المعلومات من الحسية وتعامل وياها حولتها للطويلة.
ما تعاملت وياها راحت الفقدة، مو بس منها، مو الطريق هيك، طريق هم منها. بعض الاحيان الذاكره الحسيه تدزلها معلومات، تضطر حتى انه تربطها عندها، تستدعي معلومات من الذاكره الطويله المدى. هسه مسألتكم ما ذكرتوا معلومه، مسألتكم على جدول الضرب، منين جبتوا هاي المعلومات؟ من الطويله مخزون عندك من ايام الابتدائيه التعلم، استرجعتها على ما تضبط هسه، فمعناها تشتغل تشتغل ويا الحسيه، تشتغل ويا الطويله، تاخذ وتبطل بينها. عيب الذاكره القصيره المدى شنو؟ عيبها انه كميه المعلومات اللي تخزنها قليله، حددوها من 2 إلى 7، والوقت اللي تبقى به المعلومات قليل. ايش قد عندكم موجود؟ 18 هم يقولون من 15 ل 30 هو 18، عندكم انتم موجود 18 يعني 18 صحيح، يا ابو 15 جزء من هذا؟ لا اعطيك الحدود، الدنيا حدودها العليا 18 صحيح صح؟ هاي المعلومات اللي موجوده، كميه المعلومات اللي تخزن بالذاكره القصيره المدى جدا قليله، من 2 إلى 7 معلومات. حتى العلماء يطورون الذاكره القصيره المدى بحيث تستوعب اكبر قدر ممكن من المعلومات. الذاكره القصيره المدى يعني انا جاي اقرا اريد استفيد من هاي معلوماتي ورا فتره قريبه من الزمن. عرفت شلون؟ انا القصد استفاد منها ورا فتره قريبه من الزمن. حتى أنا أركز بها أكبر كمية من المعلومات. اكتشفوا طريقة التجميع. التجميع شنو التجميع؟ قالوا المعلومات اللي أنت تقدمها، المعلومات اللي أنتوا تقدموها أو أنت اللي تاخذها، حاول قدر الإمكان أن تجمع هاي المعلومات بعضها مع البعض الآخر. كل ما تجمعها معناها تضغط المعلومات مو تخليها منتشرة، كل ما تضغطها راح تستوعب الذاكرة القصيرة المدى كمية أكبر من المعلومات. عرفت شلون؟ هاي شنو الفائدة من عملية التجميع؟ فائدة إنه شنو؟ حتى تستوعب أكبر قدر ممكن من المعلومات. يعني شلون؟ يعني إنه إحنا متلاحظين كتبنا شلون نسويها؟ فصل الأول، فصل الثاني، فصل الثالث، مو هيك؟ فصل رابع، تقلب كل فصل تلقى اكو مجلدات هواي عليه، هم ضاغطين هاي المعلومات مخلي لك اياها بهال 10 15 10 صفحات الموجوده ضاغط مجمعيها. انت هم اذا اريد تتذكر اقرا بهيك طريقه، تقرا موضوع موضوع، اقرا بمنتهى التفصيل ومنتهى الدقه، اقرا فلسه واقضي لك وقت ساعتين عليه. لا تنتقل للموضوع الثاني اذا ما ضغطه في الجامعه. شلون الجمعة؟ تعيد تسوي لها تغذية راجعة موجودة. شنو تعريف الذاكرة؟ قريتها ربع ساعة يلا حفظت تعريف الذاكرة. ربع ساعة يلا حفظت الأهمية. ربع ساعة يلا حفظت الأشكال والعمليات. مو لو لا قضيت لي ساعة أحفظ هذا الموضوع. أريد أجمع شو أسوي له؟ أبدأ بعملية أسوي لها تغذية راجعة. شنو تعريف الذاكرة؟ تعريف الذاكرة المعلومات الموجودة بفترة بها ثلاث عمليات، ترميز خزن. الترميز والخزن شنو؟ رسم حجيته. اشكال الذاكره شنو؟ اجل شو؟ بالتالي غزلت المعلومه حطيتها بحجم صغير حتى ابقى اتذكر هاي المعلومه، مو انتقل الى معلومه جديده وانا ما ضابط المعلومه الجديده، حتى لا يصير عندي تناقض بالمعلومات واقدر استرجعها. شو اسوي لها؟ الله زين، سموه التجميع. حتى نتجاوز الفتره القليله اللي تبقى بيها، فتره قليله تبقى من 15 18 ثانيه تقولون. شلون نتجاوز هذا الموضوع؟ قالوا اكو طريقتين. الطريقة الأولى نسوي عملية سموها عملية التسميع. وعندنا التسميع والتسميع المطول. والطريقة الثانية هي الترميز. التسميع شنو؟ معناها تكرار المعلومة اللي أنت تقولها. كل ما تكرر هاي المعلومة وتسمع روحك، كل ما يساعدك هذا على حفظ المعلومات. وضحت الفكرة أخوان؟ واكتشفوا بأنه هذه الطريقة ناجحة مع كل المواد اللي أنت جاي تدرسوها، رياضيات، إنجليزي، عربي، تاريخ، جغرافيا، كيمياء، كل ما تكرر وتسمع في لك هاي المعلومات. لكن أكو معلومات، هاي الطريقة اللي هي التسميع، لكن أكو معلومات مجردة صعبة ما تنحفظ بالتكرار. سووا لها التسميع المطول اللي هو شنو يقصد به؟ أنه نربط المعلومة نكررها بس أربطها بمعنى. مثل ايش؟ بس عرفت ليش الاولى التسميع؟ هاي معلوماتكم؟ اي تقرا بيها كل ما تكرر اكثر
كل ما تحفظها اكثر. تسميع المطول لا، اكرر واربط المعنى. شلون؟ من مكتشف الذاكره القصيره المدى؟ سبيرلينغ. اعيد اكرر سبيرلينغ. لا اكرر، لا اسوي تسميع، لا اسمع، لا استخدم اكثر من حاسه. سبيرلينغ ورا شويه نسيته، زين اربطه بمعنى اخر. سبيرلينغ سبير التيار حتى اتذكر، بس مو اضيف الالين، صار تكرار مع ربط معنى. فهمت الفكره؟ بحيث انا اذا نسيت المعلومه شو اتذكر؟ سموها هذا شنو؟ اتذكر معناها. سموها الذاكره، دا اضرب لك مثل واقع، دا اضرب لك اياه حتى تعرف شلون تخزن المعلومه لفتره اطول عندك، من 15 ل 30 18 سنه، طول خليها يومين ثلاث ايام موجوده عندك المعلومه. لما انت تكرر وتربطها بمن؟ بمعنى. هاي تفيدك بالامور الصعبه المجرده، هم سموها. سووا هذا الطريقه. الطريقه الثانيه هاي شنو؟ خزن اكبر كميه معلومات، تسميع والتسميع المطول. الطريقه الثانيه طريقه الترميز، اللي هي عمليه اعطاء معنى للمعلومات. ارمز مو بس هاي، اسوي لها صور ذهنيه. شنو الصور الذهنيه؟ ارسم شكل بدماغي للمعلومات. وضحت؟ وهذه المعلومه بدل ما اني اتذكر تفاصيلها الحرفيه، المن ومن الى والعلى وصعبه، اتذكر الشكل مثل هذا الموجود قدامي. هاي صور ذهنيه موجوده. انا احفظ هذا الشكل، انا سويت شكل الروحي، قريت هذا الموضوع. مثيرات، هاي المثيرات استقبل المعلومات بالذاكره الحسيه. الذاكره الحسيه عالجت المعلومات، راحت المن؟ القصيره. ما عالجتها؟ راحت للفقدان. القصيره عالجت المعلومات، راحت للطويله. ما عالجتها؟ وضحت الفكره؟ الطويله ماكو تركيز، ماكو تدريب، ماكو تعزيز، فقدتها. عالجتها، ردت من جديد وصارت عدوها. وضحت الفكره اخوان؟ وبالتالي انا كل هذا الموضوع رسمته باربع حقول، خمسه حطيتها ثاني ما ادري. وضحت اخوان؟ سموه هذا؟ سموه عمليه الترميز. حتى شنو؟ يتجاوزون قله المعلومات الموجوده في الذاكره القصيره المدى، بحيث تستوعب دون تاخذ اكثر وتبقى بها المعلومه لفتره. وضحت؟ نروح المد. خلصنا الذاكره القصيره المدى، نروح للذاكره الطويله المدى. الذاكره الطويله المدى تاخذ معلومات اللي هي تخزن جميع الاحداث والتواريخ والارقام، العمليات، الاجراءات اللي تعلمها الفرد طوال حياته، موجوده هنا بالذاكره الطويله المدى. هاي الذاكره الطويله المدى تاخذ من الذاكره القصيره وتخزنها وترجع من الذاكره الطويله للذاكره القصيره، تشتغل واحده عكس الثانيه. عندما نستدعي المعلومه مو عند استرجاع، احنا منين نسترجع؟ نسترجع من الذاكره الطويله المدى. وضحت اخوان؟ تاخذ قسموا الذاكره الطويله المدى، قسموها الى الذاكره الصريحه والذاكره المتضمنه او الضمنيه. الذاكره الصريحه شنو؟ الذاكره الصريحه هي الذاكرة التي تستدعي المعلومات بصورة قصدية شعورية موجودة عندي قديما. أنا عايف الصورة مال طلاب موجودين بالمرحلة الابتدائية، أنا ما أخذ وياهم صف، فأنا أتذكر شخص معين من عندهم بصورة قصدية. أتذكر اسم هذا منه، هذا اسمه شو اسمه شو اسمه، أتذكر الحالة أتذكر. وإنما أنا عفت كل هذول الموجودين، لا أتذكر بصورة قصدية هاي المعلومة بالذات. عرفت شلون؟ منين تستدعيها؟ من الذاكره الطويله المدى. سموها هاي الذاكره الصريحه، لان انا متقصد اتذكر هاي المعلومه. الذاكره الضمنيه لا، هي انا اتذكر المعلومات بس بصوره لا شعوريه، يعني مو متقصد عمليه تذكر. وضحت اخوان؟ ميزتوا بيناتهم؟ بصوره لا شعوريه اتذكر المعلومات اللي موجوده عندي بالذاكره الطويله المدى. وضحت؟ العمليات اللي يصير بالذاكرة الطويلة المدى شنو؟ يصير بها عملية، قسم يقسموها قسمين. يقول هي أولا ذاكرة الإجراءات والذاكرة الوثائقية التوثيقية. الذاكرة التوثيقية وذاكرة الإجراءات. موجودة وين الاثنين الموجودات؟ وين بدي أحكي بها ذاكرة هسه؟ بالطويلة، بعد ما نشغل لا بالقصيرة ولا بالحسية. بالطويلة. يقول عندنا هنا اما ذاكره اجراءات او ذاكره توثيقيه.
الذاكرة الإجرائية أو الإجراءات تتذكر الأمور اللي بها سلسلة حركية بحيث أنت تأديها بصورة عفوية وحدة. مثل إيش؟ لاعب كرة القدم يدربوها أول مرة مو؟ لكن من يعد المباراة باستمرارية يصير لاعب ماهر. هو واحد يعرف يراوغ، واحد يعرف شلون يخلص من الخصم، شلون يستقبل الكرة، شلون ينطباص، شلون يهدي. مو من يسوي خطوة يصفن يقول شو سوى وراها. لا، وين مخزونة هاي عنده؟ جزء من السرقة حياته يستغرب بطل يا بابا. أنت كمدرس لما أنت تتدرب على كيفية تنفيذ الخطة، تعدها خطة دراسية، تقعد بالبيت تعد لها خطة دراسية بها مجموعة من الخطوات، العنوان، الأهداف السلوكية، الوسائل التعليمية، المقدمة، العروض، التقويم، الواجب البيتي. أنت من هذين الخطوات تمكنهن وتأديهن بصورة دقيقة وحرفية أول فترة تلقى صعوبة، بعدين تقوم تنفذ هذه الأمور بصورة جدا طبيعية، يعني أنت متدرب موجودة عندك بالذاكرة الطويلة المدى، من صار عندك خبرة طويلة. ما يحتاج بعد إنه ترجع عليها، أنت حفظتها ورتبتها بطريقة جيدة وتنفذها بدون ما تحتاج إلى إنه تذكر التفاصيل، مجرد إجرائية خطوة واحدة اثنين ثلاثة أربعة سويها وانتهى. صحيح؟ واردة هاي المعلومة؟ الذاكرة التوثيقية لا، الذاكرة التوثيقية تتذكر لك المعلومات والأحداث والتواريخ والأسماء اللي أنت مريت بها طوال فترة حياتك. يعني صار عندنا اثنين، وحدة تتذكر الأشياء اللي بيها سلسلة إجرائية، حركات وفعاليات متابعة واحدة ورا الأخرى، والثانية لا، تتذكر لك المعلومات وتتذكر لك الأسماء. وحتى هاي هم يقسموها قسمين العلماء، الذاكرة الإجرائية إيه يسموها الذاكرة العرضية وذاكرة المعاني. الذاكرة العرضية تتذكر لك السي في مالك، اسمك، اسم والدك، منو كان أعز صديق موجود عندك، أفضل مدرس أنت تنتمي إليه، الطريقة اللي تعلمت بها أو الظرف اللي تعلمت به أنت، مشاعرك في لحظة من الامتحان في مضايق، يسموها هاي الذاكرة العرضية في امتحان معين، موقف تتذكره أنت، يسموها الذاكرة العرضية. ذاكرة المعاني لا، تتذكر المعاني والأسماء والأشياء. أكو واحد عنده سؤال أخوة، رح تسوي لكم عملية تجميع. شلون تجميع؟ أضغط لكم كل هذه المعلومة الواسعة. شنو تعريف الذاكرة؟ مجموعة معلومات محصورة عبر الزمن عن طريق الترميز. شلون أضغط لكم إياها؟ الترميز والخزن والاسترجاع هو شنو؟ إن نفسهن عمليات الذاكرة. الترميز معناها انطمعنا للمعلومة عن طريق التلخيص. تكرارها، تنظيمها، وضع خطوط تحت الأفكار، تجميعها حتى هيئة للخزن للذاكرة القصيرة أو الطويلة. الخزن هو شنو؟ حفظ المعلومات بذاكرة القصيرة أو ذاكرة الطويلة. الاسترجاع استدعي المعلومة بالذاكرة القصيرة أو الذاكرة الطويلة، واستدعائها للذاكرة القصيرة أسهل من استدعائها من الذاكرة الطويلة. أشكال الذاكرة ثلاثة: استرجاع، معرفة أو التعرف أو الحفظ. أنواع الذاكرة ثلاثة: حسية، شلون صار ضغط المعلومات إلى موضوع آخر اللي هو شنو هو أهمية الذاكرة. آخر موضوع شفتوا هسه عملية تنظيم، يعني شلون نظمتها، هذا موضوع إنشائي، هذاك كان موضوع فني بتفاصيل دقيقة لازم تعرفها. يلا طب الأهمية، النوبل العوامي المؤثرة فيها شنو أهمية الذاكرة. مثل ما النسيان نعمة، النسيان نعمة لو مو نعمة؟ نعمة. شكو أشياء وأحداث مؤلمة، مواقف مؤثرة حاول تنساها، الذاكرة أيضا نعمة، لأنه الذاكرة واحدة من أبسط صورها هو عملية التعلم. التعلم هو عملية تراكمية واحدة في اللغة. إذا أنا أقرأ اليوم وأنسى باكر ما راح تتعلم، ما راح يصير عندي تراكم، صح لو لا؟ فمعناها هي نعمة وتفيدني في عملية التعلم باعتبار عملية التعلم عملية تراكمية. عملية تعلمي راح تساعدني على عملية التكيف مع المعلومات الجديدة اللي أنا أخذها مع المعلومات الموجودة بمن؟
بالذاكرة طويلة الماجد طويلة المدى الموجودة عندي. عرفت شنو فائدتها؟ راح تسهل عملية التكيف. واحد من مؤشرات الذكاء انه الانسان يكون عنده قدرة على التكيف مع المعلومة مع الموقف الموجود فيه. كل ما كان قدرته على التكيف سريعة مؤشر على انه عنده نسبة ذكاء اعلى. وضحت الفكرة يا اخوان؟ العامل الاخر المهم في اهمية الذاكرة انه هو المحور الاساسي في جميع العمليات النفسية والعمليات العقلية والعقلية يقوم فيها الانسان. كل احنا نتذكر العديد من المواقف المحزنة مو او المفرحة اللي تأدينا، وبالتالي الذاكرة لها دور مهم في هذا الموضوع. وكذلك الجانب اكو واحد عنده سؤال اخوان؟